انتي به او ان شاء الله يكون به. صباح الخير. اليوم جينا للقنصليه التونسيه باش بروفوتي اللي هي، وان شاء الله يكون الريزلتا على حسن الظن، وان شاء الله تونس تبقى كيما نحبوها احنا وكيما عرفناها ان شاء الله واحسن. نعم ايوا، ماذا بينا رئيس احسن، وعندنا كيفاش يقولوها، يبدا عندنا اون فيزيون هكا وحده، معناتها رؤيه مزيانه لبلادنا ان شاء الله. ونحبوا شكون يخاف على تونس، كيما العمليه التصويت سهله بالكدا، معناتها الحمد لله كان كل شيء متوفر، وكيلزم جست التونسيين الكل يجيوا ويعملوا اللي يقوموا بالواجب نتاعهم ان شاء الله ان شاء الله. انا نشوفوا من بعد كيفاش شنو اللي يصير، نشوفوا من بعد. شكرا، بارك الله فيكم. انا ما عندي حتى فكره على عمليه الاستفتاء، لاني جيت من الخارج وحبيت نعمل استفتاء هنا، راه نعطي رايي، ولكن ما عنديش، مش مسجل واسمي مش موجود بالرباط والمنطقه الاخرى في اوروبا في سويسرا. العمليه ما عنديش من نحكم على عمليه الاستفتاء، ولكن نوجه للتونس يعطوا رايهم بكل صراحه وبكل حريه ومن غير حتى ضغوطات. يشاركوا انما دام الناس كل تشارك، كبير صغير وكل الناس كل يشاركوا. انا من رايي فيه حاجه كبيره باش تجي لتونس اذا الاستفتاء يكون نزيه ويكون صالح للدوله التونسيه. عندنا مستقبل كبير، مستقبل، انا ونتمنى مستقبل تونس كبير احسن من المستقبل اللي فات اللي كان. شكرا. يعيشك السلام. ايوا، جيت نشارك في الفوت اليوم دونك باش نادي واجبي الانتخابي. الصوت نتاعي لازم يكون عنده تاثير في الانتخابات، كوسوسو بنعم ام بلا، لازمني نشارك ونعطي صوتي. انا موافق عليه ومش موافق. احنا في تونس تعدينا في عشريه ما عجبتنيش. كنا معناتها شاركت، احنا من الناس اللي شاركت في الثوره من الاول، كنا معناتها نتاملوا فيها الخير على الاخر. معناتها عشنا مع بيريود بن علي، عشنا معها الباهي والخايب. الباهي قعد والخايب معناتها كثر في الاخر. عملنا ثوره، قلنا ناملوا باش نبدلوا القايد السفينه، جات ناس ركبت على الثوره، ولات الامور ماشيه معاش اللي عملنا عليها ثوره. فما ناس عجبها على الاول، قلنا يلا نمشيو احنا نتاملوا خير ونشوفوا الناس هذه فين يوصلوا. انتخبنا مجلس تاسيسي، انتخبنا بعد مجلس نواب، رئيس الاول، رئيس الثاني. دونك ما عجبنيش الحال، ما عجبنيش. دونك احنا قررنا باش نبدلوا مع الناس هذوم. الناس هذوم عندهم وين يوصلونا، اختلافات ياسر، مع اختلاف الاراء راه باش يغرق السفينه. دونك السفينه لازم رئيس واحد هو اللي يسوق، اذا ما يكون كثر الرئاس تغرق السفينه. دونك علاش قلنا احنا نبدلوا النظام الحالي اللي هو برلماني وما وصلنا حتى شيء، المشاريع واقفه، بنادم مشتت، الاراء مختلفه، البلاد عمال تالي. احنا عرفنا ومشينا نخدموا في العالم كامل وشفنا كيفاش تمشي الامور، احنا نشوف تونس ماشيه بالتوالي. دونك يلفو شونجي ايميدياتمون. هذاك علاش ان شاء الله نقولوا ربي وجهنا خير في الانتخابات هذه، ونوصلوا نعملوا راي مزيان ونبدلوا الحال تونس من حسن الى احسن ان شاء الله. بيان سور بيان سور، خطوه الامام، اي شونجمون يجي مع جديد. احنا شفنا معناتها الرئيس الحالي
معناتها توسمنا فيه الخير، خاطر نعرفوا الناس الكل كيش بدا هو شنو كيفاه، معناتها ما عندوش سوابق، ما عندوش هذا، وصريح ومعناتها ما عندوش الكذب، عندي يقول حاجه يعملها. هذاك علاش احنا توسمنا فيه الخير ان شاء الله ويوصل يبدلنا حل البلاد. برا انتخبوا علاش قاعدين في الدار؟ قول لا ولا نعم. كانك لا راك راضي باللي قبل، كانك نعم راك ناوي التغيير. برا غير وهين نمشيو لقدام بعضنا كاملين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.